خلال زيارته واشنطن، وزير الخارجية يحذر من خطورة التطورات المتسارعة التي يشهدها لبنان وانزلاق المنطقة لمنعطف خطير. ارتفاع حصيلة شهداء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 31. زيلينسكي يقول إنه لم يحصل بعد على ضوء أخضر أمريكي أو بريطاني لاستخدام أسلحة بعيدة المدى. نشرة 12 ظهرا من النيل الأخبار، أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وإلى تفاصيل هذه النشرة، حيث حذر وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي من خطورة التطورات المتسارعة التي يشهدها لبنان حاليا. وشدد عبد العاطي خلال لقائه المبعوثة الأمريكية للبنان أموس هوكشتاين في واشنطن على أن ما يحدث يعد مؤشرا واضحا على أن المنطقة بصدد منعطف خطير جراء تصرفات أحادية غير مسؤولة ستؤدي إلى تبعات ستلقي بظلالها على استقرار المنطقة بأسرها. كما شدد عبد العاطي على الأهمية القصوى لمواصلة الجهود لاحتواء التصعيد في جنوب لبنان وتجنب الانزلاق لحرب إقليمية شاملة. أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن حصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بلغت 31 شهيدا، بينهم 3 أطفال و7 سيدات. وقال وزير الصحة اللبناني خلال مؤتمر صحفي أن عمليات الإنقاذ تواصلت طوال الليل إضافة إلى عمليات إزالة الركام. أعلن حزب الله اللبناني استشهاد القائد البارز أحمد وهبي الذي أشرف على العمليات العسكرية لقوة رضوان حتى أوائل العام الجاري في الغارة الإسرائيلية أمس على الضاحية الجنوبية لبيروت. كان حزب الله قد أعلن أيضا استشهاد القائد العسكري إبراهيم عقيل و14 آخرين في نفس الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية بالضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت. ويعد إبراهيم عقيل القيادي العسكري الثاني بحزب الله بعد فؤاد شكر الذي استشهد أيضا على أثر غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت في 30 يوليو الماضي. ما يجري في لبنان الآن يبدو للوهلة الأولى أنه تغيير لمسار الحرب المستعرة في غزة والانتقال إلى الجبهة الشمالية حسب ما أعلن جيش الاحتلال، خاصة بعدما شن جيش الاحتلال سلسلة هجمات قاتلة بل وغير مسبوقة في الداخل اللبناني. كان آخرها ذلك الهجوم الغاشم الذي شنه على الضاحية الجنوبية في بيروت واستهدف به مبنى بعينه. أكد أن إبراهيم عقيل القيادي في حزب الله وعددا من قيادات الجماعة اللبنانية كانوا يجتمعون أسفله. غير أن المتابع لمسار الحرب سيكتشف أن كل ما يجري هو مجرد محاولة من قبل نسور حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة للتغطية على فشلها في تحقيق الأهداف المعلنة في غزة ومسعى لتسجيل أي نصر على أي جبهة، وإن كان الثمن سقوط المزيد من الضحايا المدنيين. جيش الاحتلال أكد أن غارة جوية إسرائيلية وصفها بالدقيقة واستخدمت فيها مقاتلة من طراز F-35 أسفرت عن مقتل إبراهيم عقيل الذي وصفه بأنه رئيس منظومة العمليات في حزب الله والقائد الفعلي لقوة رضوان، بالإضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 14 آخرين من قيادات الجماعة. جيش الاحتلال قال إن عقيل قائد وحدة الرضوان وكبار قادة الوحدة كانوا مجتمعين تحت الأرض أسفل المبنى السكني الذي تم استهدافه في قلب الضاحية، مشيرا أن هؤلاء قادة شاركوا في التخطيط لعمليات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وإطلاق الصواريخ والتوغل المخطط له في الأراضي الإسرائيلية. جيش الاحتلال زعم أيضا أن عقيل والقادة الآخرين الذين قتلوا في غارة الجمعة كانوا يخططون لهجوم على شمال إسرائيل وأنهم كانوا يعتزمون التسلل إلى المجتمعات الإسرائيلية. في الوقت نفسه أكد جيش الاحتلال أنه لا يسعى إلى تصعيد واسع مع حزب الله اللبناني، وذلك في أعقاب غارة جوية على معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن مقتل القيادي العسكري البارز إبراهيم عقيل. وزعم الجيش على لسان متحدثه جاري أنه لا يسعى إلى تصعيد واسع في المنطقة، مؤكدا أنه يعمل تماشيا مع أهداف الحرب.
بيد أن الهجوم الإسرائيلي لم يكن قاصرا على الضاحية الجنوبية كما زعم المحتل، حيث ذكرت مصادر أمنية في لبنان أن ضربات إسرائيل الجمعة استهدفت 3 قرى أخرى على الأقل في جنوب لبنان. التصعيد الحاد على الجبهة اللبنانية أثار مخاوف جمة لدى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، حيث دعا المتحدث باسم القوة الأممية أندريا تيننتي إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية وتهدئة الوضع على الحدود مع لبنان، وقال إن الموقف الراهن مقلق للغاية بسبب تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. اتهم عبد الله أبو حبيب وزير الخارجية اللبناني خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول التطورات الأخيرة في لبنان، اتهم إسرائيل بتنفيذ جريمة حرب من خلال استهداف أجهزة الاتصالات في لبنان. وطالب أبو حبيب مجلس الأمن باتخاذ إجراء بحق إسرائيل التي وصفها بأنها كيان مارق يستخف بقرارات الشرعية الدولية ويخرق المبادئ الأساسية للقانون الدولي ويستهدف المدنيين بشكل عشوائي. أليس هذا الإرهاب بعينه عندما يتم استهداف شعب بكامله في مدنه وشوارعه وأسواقه ومحلاته وبيوته وهم يقضون احتياجاتهم ولا يقاتلون على الجبهات؟ يكفي لفهم ما حصل أن نتأمل بهوية الضحايا، فأصبح المطلوب اليوم إبادة وإعاقة الشعب اللبناني كعقاب جماعي. ومن حقنا أن نسأل، أليس هذا السيناريو الذي صرح به كبار المسؤولين الإسرائيليين؟ انظروا إلى بشاعة ما حصل في هذه الصور. من جانبه أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن وزير الدفاع لويد أوستن لم يتلقى أي إشعار مسبق بالضربات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال مسؤول البنتاغون أن أوستن أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت بعد استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، موضحا أنه لا تغيير في وضع القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط حتى الآن. مشاهدينا في كل مكان، وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن هاتفيا من بيروت السيد أحمد عز الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. سيد أحمد صباح الخير. وبعد استشهاد عقيل الرجل العسكري الثاني بحزب الله، هل تعتقد أنه اقتربت المواجهة المباشرة ما بين حزب الله وما بين إسرائيل؟ أعتقد أن إسرائيل تسعى إلى هذه المواجهة، وهي تركز على أن لبنان لا يريد مثل هذه المواجهة وحزب الله لا يريد مثل هذه المواجهة، وبالتالي يدرك أن حجم المواجهة ستكون صعبة وكبيرة وليس هناك قرار بهذه المواجهة. لكن أعتقد بعد هذا الأسبوع الذي تعرض فيه لضربات قوية حزب الله، أعتقد ربما يغير في قواعد المواجهة، ربما يعني يعتمد أسلوب جديد في المواجهة، ولكن لا أعتقد المرجح أن يذهب إلى مواجهة مفتوحة إسرائيل تريدها. إسرائيل يعني ربما بدأت هذه الحرب المفتوحة من خلال هذه التصعيد الغارات العنيفة، من موضوع تفجير الأجهزة البيجر والأجهزة. نعم صحيح صحيح. وكل ذلك الغارات واغتيال هذه القادة وفرقة الرضوان، يعني كانت ضربة قوية جدا لحزب الله. هي ضربات قوية ومتتالية من قوة الاحتلال أو جيش الاحتلال. سيد أحمد، إذا هل تعتقد أنه قد توجد بعض السيناريوهات لحزب الله للرد على ما قامت به إسرائيل خلال الفترة الماضية؟ لا شك بأن حزب الله يعني لابد من أن يعتمد أسلوب جديد، يعني لأن لا يمكن أن يحتمل أمام شارعه وأمام موقعه وصوفه أن يبقى يعني أن يبقى يترك لإسرائيل أن توجه هذه الضربات القوية له، وهو يبقى على نفس أسلوب قواعد الاشتباك الذي قامت منذ نحو سنة. أعتقد أنه سيعتمد أسلوب جديد، ربما سيناريو جديد في المواجهات، ربما يلجأ إلى عمليات يعني موضعية خارج لبنان، ربما يلجأ إلى عمليات اغتيال، ربما يلجأ إلى عمليات أخرى يكون فيها لن تكون فيها إسرائيل الأقوى، لأنه أعتقد لا. أن المواجهة المباشرة ربما إسرائيل لديها قوة تدميرية، خاصة كما ظهر بالأمس يعني
صواريخ صاروخ إيران. يعني سيد أحمد، دون تطرق إلى هذه الجزئية ولكن الجزئية الأهم التي تشغل بال الكثيرين، كيف استطاعت إسرائيل أن تصل إلى كوادر حزب الله؟ كيف استطاعت إسرائيل أن تصل إلى هذا الاجتماع وأن تقصف هذا الاجتماع؟ كيف لها؟ من أين لها هذه المعلومات؟ يعني لا شك يعني هناك إقرار واعتراف يعني لأن هناك اختراق كبير بالساحة اللبنانية ولحزب الله تحديدا. يعني ربما إسرائيل منذ العام 2006 غيرت أسلوبها، كانت قبل 2006 بين 2000 و2006 اعتبرت أن لبنان خارج حسابات إسرائيل، ولكن بعد هذه الفترة الطويلة ربما أعادت تكوين جهازها الاستخباراتي، ربما عملت على بكل الوسائل على تقدير بنك معلومات يعني الطائرات الإسرائيلية المسيرات لا تفارق الأجواء اللبنانية منذ العام 2006، وبالتالي هي تحضر لبنك معلومات. ربما حزب الله الذي اعتبر نفسه منتصرا عام 2006 عاش في نشوة أن إسرائيل لن تستطيع أن تعود قوية على الساحة اللبنانية بمواجهة حزب الله، ولكن ربما قد تكون هذه حسابات خاطئة. لذا أعتقد أن إسرائيل تدرك يعني لديها معلومات كبيرة جدا عن حزب الله وعن الساحة اللبنانية وعن كل التحركات على الساحة. نعم صحيح، ويعني قد يشار إلى أن ما نجحت فيه إسرائيل بداية وفقا للوضع الراهن أنها استطاعت أن تفصل ما بين قيادات الحزب وما بين أفراد حزب الله. إذن سيد أحمد عز الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أشكرك شكرا جزيلا. على مدى ما يقرب من عام طالت يد إسرائيل عددا من القيادات السياسية والعسكرية في لبنان، حيث نفذت عددا من الاغتيالات كان آخرها مقتل الرجل الثاني في حزب الله اللبناني إبراهيم عقيل.
أصدر حزب الله بيانا قال فيه إنه هاجم بعشرات صواريخ الكاتيوشا مقرا للمخابرات العسكرية بشمال إسرائيل، يعد مسؤولا عما وصفها بالاغتيالات. كان حزب الله أعلن أيضا أنه استهدف بعشرات صواريخ الكاتيوشا 6 مقرات وتكنات عسكرية على الأقل بشمال إسرائيل، ردا على اعتداءات استهدفت قرى بجنوب لبنان. ونتحول إلى قطاع غزة، حيث استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في وسط وجنوب القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين وسط مدينة خان يونس، بينما قصفت طائرات الاحتلال موقعا في محيط مجمع ناصر الطبي غربا. كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها ونيرانها صوب المناطق الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل الفلسطينيين في مدينة جنين واعتقلت شابا فلسطينيا، بينما اندلعت مواجهات في الحي الشرقي للمدينة. من ناحية أخرى اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شرق مدينة الخليل وفتشت عدة منازل، كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على مداخل ومخيمات الخليل. قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة زابوروجيا إن القوات الروسية هاجمت المنطقة ب 322 قذيفة خلال الساعات 24 الماضية، مما تسبب في تدمير مباني سكنية ومنشآت للبنية التحتية. وفي كريفيريب وسط أوكرانيا لقي 3 أشخاص مصرعهم جراء ضربات روسية، بينهم طفل في 12 من عمره وامرأتان مسنتان، وأصيب 3 آخرون ودمرت عدد من البنايات جراء الضربات الروسية. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لم يحصل بعد على ضوء أخضر أمريكي أو بريطاني لاستخدام أسلحة بعيدة المدى. يأتي هذا بينما أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن قلق بلادها بسبب نشاط حلف شمال الأطلسي الناتو المتزايد على طول حدود روسيا وبيلاروسيا. وأكدت أن تنفيذ العملية لأي سيناريوهات عدوانية ضد بيلاروسيا محفوف بعواقب وخيمة على أوكرانيا وحلفائها الغربيين. توافد الناخبون في الولايات المتحدة الأمريكية على مراكز الاقتراع للتصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وبدأ التصويت المبكر في ولايات فيرجينيا ومنسوتا وساوث داكوتا، ويستمر حتى السبت الموافق 2 من نوفمبر المقبل. هذا وقد احتشد أنصار المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب على المقرات المخصصة للناخبين الذين يدلون بأصواتهم مبكرة، وذلك قبل يوم الانتخاب الرسمي في 5 من نوفمبر المقبل. حثت وكالة الأرصاد اليابانية المواطنين في محافظة إيشيكاوا على الإخلاء من منازلهم خشية وقوع فيضانات وانهيارات أرضية بسبب هطول الأمطار الغزيرة. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن وكالة الأرصاد الجوية أصدرت تحذيرا يعد التحذير الأعلى على مقياس الوكالة المؤلف من 5 درجات. هذا وتسببت الأمطار الغزيرة في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 6000 شخص في إيشيكاوا، كما ارتفعت مناسيب 12 نهرا بالمحافظة.
انطلق العام الدراسي الجديد لطلاب المدارس الرسمية والخاصة في عدد من محافظات الجمهورية، وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدراسة ستنتظم لجميع طلاب العام الدراسي الجديد غدا الأحد. من جانبها أعلنت وزارة الصحة استعداداتها للتأمين الطبي للمنشآت التعليمية لتوفير بيئة تعليمية آمنة حفاظا على الصحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم. قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بزيارة لمحافظة أسيوط للوقوف على مدى جاهزيتها للعام الدراسي الجديد. وتفقد وزير التعليم يرافقه المحافظ اللواء هشام أبو النصر عددا من المدارس للتأكد من تطبيق الإجراءات التنفيذية الجديدة. وقوفا على جاهزية محافظة أسيوط لبدء العام الدراسي الجديد، قام الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بزيارة للمحافظة. قام خلالها ولواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بزيارة لتسع مدارس تتبع الإدارات التعليمية المختلفة، وتتنوع ما بين التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. الدكتور محمد عبد اللطيف واللواء هشام أبو النصر تفقدا خلال زيارتهما لهذه المدارس قاعة رياض الأطفال والفصول ومعامل العلوم بالمدارس الإعدادية ومعامل الفيزياء والكيمياء بالمدارس الثانوية، كذلك معامل الحاسب الآلي والوسائط المتعددة وغرف المكتبات، إضافة إلى حجرات التربية الفنية والزراعية والاقتصاد المنزلي. إلى جانب ذلك تم التأكد من جاهزية الشاشات الذكية بمدارس التعليم الثانوي وأدوات المعامل. خلال الزيارة تم التأكد من قيام المدارس بتعليق قوائم أسماء الطلاب على جميع الفصول وإعداد الجداول المدرسية، ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب. واطمأن المحافظ والوزير على تنفيذ الإجراءات الجديدة لمواجهة الكثافات الطلابية، بحيث لا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد عن 50 طالبا. وتم التأكيد على مديري المدارس بضرورة البدء في تنفيذ مجموعات التقوية مع بداية العام الدراسي، على أن تعقد تحت إشراف الوزارة وتضم أكفأ المعلمين. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد أن الوزارة تستهدف تلقي الطلاب تعليما جيدا وإعدادهم للمستقبل، مشيرا إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة بجميع المحافظات خلال العام الدراسي. محافظ أسيوط اللواء هشام أبو النصر أشار إلى أن المحافظة تقوم بدور كبير لتوفير كل الإمكانيات وتقديم خدمة جيدة لطلاب المدارس، مؤكدا أن المحافظة تعمل على توفير العمالة الكافية والأدوات التي تحتاجها المدارس لتوفير بيئة تعليمية تساعد الطلاب على التحصيل والتفوق وتهيئة الظروف لعام دراسي ناجح. سوزان مصطفى، النيل للأخبار. ومن أخبارنا الاقتصادية في هذه النشرة، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه برئاسة وزير الإسكان شريف الشربيني على تخفيض النسبة المقررة للمصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل. وأوضح وزير الإسكان أن الموافقة نصت على تخفيض 50% من مصاريف التنازل ولمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وذلك عند تقديم العملاء الطلبات لأجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. أعلنت وزارة الزراعة أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن بزيادة أكثر من 529 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي. جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق من رئيس الحجر الزراعية حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى 18 سبتمبر الجاري.
قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام إن الوضع في بلاده يتفاقم على مدار الساعة، مما يهدد بخروجه عن السيطرة في ظل التصعيد المستمر مع إسرائيل. وأكد وزير الاقتصاد اللبناني أن الهجمات التي وقعت الأيام الماضية قد أثرت بشدة على اقتصاد البلاد. وأوضح سلام أن انفجارات أجهزة الاتصالات اللاسلكية قد أضافت بعدا آخر سوف يعطل النمو ويوقف أي تدفق للأموال النقدية المرتبطة بالاستثمار، وسيوقف أي زيارات إلى لبنان من قبل السائحين. في المغرب أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم السنوي في المملكة الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 1.7% في أغسطس من 1.3% في الشهر السابق. وارتفعت أسعار المواد الغذائية المحرك الرئيسي للتضخم 2% مقارنة بالعام السابق. كما زاد تضخم السلع غير الغذائية بنسبة 1.4%، وارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبا بنسبة 0.3% على أساس شهري و 2.6% على أساس سنوي. حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن الاقتصاد العالمي يواجه انقسامات مماثلة للضغوط التي أدت إلى القومية الاقتصادية وانهيار التجارة العالمية والكساد الكبير في عشرينيات القرن الماضي. وأشارت لاغارد إلى أن أدوات محافظي البنوك المركزية للحفاظ على استقرار الأسعار أثبتت فعاليتها اليوم، لافتة إلى الانخفاض السريع في التضخم بمجرد أن بدأت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة في عام 2022. ذكرت تقارير صينية أن قيمة سوق برمجيات المركبات في الصين سجلت حوالي 9 مليار و200 مليون دولار أمريكي، ما يمثل 30% من إجمالي سوق البرمجيات في البلاد. وأشارت التقارير إلى أن معدل توطين رقائق السيارات آخذ في الارتفاع، حيث زاد معدل توطين أشباه موصلات الطاقة إلى ما بين 15 و20%. وتعد صناعة السيارات واحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد الصيني، حيث يساهم الناتج الإجمالي للسلسلة الصناعية الكاملة للسيارات بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. قدمت بنوك التنمية المتعددة الأطراف مبلغا قياسيا قدره 125 مليار دولار العام الماضي للعمل المناخي في جميع أنحاء العالم. وتضاعف التمويل الخاص العالمي الذي تم حشده تقريبا إلى 101 مليار دولار مقارنة بعام 2022، حيث بلغ المبلغ المخصص للاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل 74.7 مليار دولار، بما في ذلك 24.7 مليار دولار للتكيف مع تغير المناخ. لأسواق البترول العالمية، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو بنسبة 52% لتسجل عند التسوية 74 دولارا و49 سنتا للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3 سنتات أو بنسبة 4% لتبلغ عند التسوية 71 دولارا و92 سنتا للبرميل. هذا وتأثرت الأسعار بظهور مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد في الصين المستهلك الرئيسي للسلع الأساسية، كما أنه من شأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية عادة تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة. لكن بعض المحللين يشعرون بالقلق من ضعف سوق العمل الأمريكية. ودائما ختام نشراتنا تذكير بأبرز ما جاء بها من أنباء. خلال زيارته واشنطن، وزير الخارجية يحذر من خطورة التطورات المتسارعة التي يشهدها لبنان وانزلاق المنطقة لمنعطف خطير. ارتفاع حصيلة شهداء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 31. زيلينسكي يقول إنه لم يحصل بعد على ضوء أخضر أمريكي أو بريطاني لاستخدام أسلحة بعيدة المدى.
انتهت نشرة الظهيرة، شكرا لكم، مزيد من التفاصيل عبر موقعنا الإلكتروني nile.eg. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، إلى اللقاء.